إذا تظاهر الشعب واعتصمت جماهيره بعشرات الآلاف وبمئات الألوف، ردت الحكومة على ذلك بأن هذه هي الفوضى، وكيف يكون حوار وكيف يكون إصلاح في ظل أوضاع من هذا النوع ومع أناس مخربين ومتآمرين ومفسدين ومضرين بالأمن والمصالح العامة والاقتصاد، ولا يريدون إلا التصعيد. وإذا خفت المظاهرات والاعتصامات، قالت الحكومة بأن الأحوال هادئة وأن الشعب راض بالوضع القائم، وقد اقتنعت الجماهير بخطأ المعارضة، ولا داعي للحوار ولا موضوع للإصلاح، وكل وأن كل شيء على ما يرام، وديمقراطيتنا متقدمة. وليس إلا أن يبقى المفصول مفصولة، والسجين سجينة، والملاحق ملاحقة، وتستمر حملات التأديب والمداهمة والتشهير والتسقيط حتى يتأكد من ركوع الكل وتسليمه بالواقع المر وأن يتحقق الإذلال. نعم، يمكن أن يؤخذ بأمور قشرية لا تسمن الشعب ولا تغني من جوع بالنسبة للشعب، ولا تخفف من معاناته، ولا تمثل شيئا من حل لمشكلته، على أن ترفع لافتة إصلاح زائف في فضاء الإعلام. إنه لا يفقد حكم ثقته بشعبه إلا من ظلم شديد مارسه في حق هذا الشعب. والخطأ كل الخطأ أنه بدل التراجع عن هذا الظلم والأخذ بالعدل وتصحيح الوضع لبناء الثقة من جديد وترميم الأوضاع النفسية وتدارك الخطأ، يعمد إلى مزيد من الظلم والعسف والإمعان في إيقاد الفتنة وأذى الشعب وتهميشه، والإصرار على الاستبداد والإذلال وتبعية الأغنام لرعاتها، مما يعلم من الشعوب كلها اليوم الوقوف في وجهه بأي ثمن كان ومهما كلفها ذلك. لا حكم اليوم يريد لنفسه البقاء وأن ينال ثقة شعبه أو سكوته عليه على الأقل يسعه أن يتعامل التعامل الجافي القاسي مع الشعب، ويدوس كرامته، ويتجاهل حقه في تقرير مصيره، ويدير ظهره لمصالحه، ويتنكر لحريته. صار من الضروري لاستقرار أي حكم وللتعايش معه من غير توترات حادة مستمرة أن يعدل، أن يحترم حقوق الشعب، أن يعترف له بحقه في تقرير المصير، بحريته، بإنسانيته، بكرامته. أقدمت القوة الأمريكية في أفغانستان على حرق نسخ من المصحف الشريف تعبيراً عن الاستخفاف به والحقد عليه ومعاداته ومحاربته. حرق الحرف من أجل حرق المعنى، رمز لحرق المعنى ولحرق الحكم والهيمنة القرآنية في الأرض. يواكبه عدوان إسرائيلي مماثل ممنهج لا يكف عن مهاجمة المسجد الأقصى وسلبه وتخريبه ومحاربة الصلاة والمصلين فيه. الموت إسرائيل! الموت إسرائيل! الموت إسرائيل! الموت إسرائيل! ولقد عشنا محليا تجربة من التعامل السيء الساقط المستخف المستهين بحرمة القرآن الكريم،
حيث تختلط أوراق المصاحف الشريفة مع حطام المساجد المهدمة مبعثرة هنا وهناك. إنه يمكنك تفسير ما جرى ويجري من إهانة لكتاب الله عز وجل على يد قوات غير إسلامية، وترى في الإسلام عدواً لها، ولكن قد يصعب عليك أن تفسر الاستخفاف والتعدي على المساجد وما فيها من مصاحف وكتب الدعاء من قوات بلد مسلم تخضع لتوجيه مسؤوليه مسؤولين مسلمين في بلد الإسلام والإيمان. إنها القدوة الحسنة، إنها القدوة الحسنة التي تقدمها بلادنا المسلمة لبلدان العالم الآخر في التعامل اللائق مع المسجد وكتاب الله.